بغيت نسقسيك على ظروف ديال ربما طرحت هذا السؤال على بوست برودكسيون ربما درتيها برا نسبيا او كل شيء كان هنا في المغرب. لا كان السلام عليكم. كانت لي طالوناج اللي كانت في طاليا كل شيء كان في المغرب مونتاج تورناج فيلم شفتو تقريبا في واحد سوب ديال جيمسيات مرحبا بالنسبة لها إذا كانت شي بالنسبة لها عندها علاقة يعني بالفيلم ناقشوها كاين طارق الرئيسي ديال الرشيدية كاين المناظر اللي كاين في يوكيندن وكاين يعني الغابة ديال بوسكورة اللي هي اللي كان فيها هذاك المحل اللي كيخدموا دوك يعني الناس اللي من جنوب الصحراء الناس اللي باغا يعني دوز العالم الاخر عالم الانوار في ما كيسحب لهم ملي كنديرو افلام ما كنديروهاش باش نوصلو ولا نقرب عليهم ولا نعلم ولكن كتكون شي حاجه اللي شداتك الى لاحظنا لان ماشي غير الافارقه اللي من جنوب الصحراء هما اللي كيمشيو انا خديتها لان حتى داك لو تراجي اللي كيديرو مختلف يعني في عوض اغلب الاحيان كنشوفوهم في البحر قاطعين في البحر تيغرقوا في البحر اكسيتيرا ولكن ما كنشوفوش شنو تيوقع عليهم وهما في الصحراء الديزير وما تنعرفوش دونك هاد ولا شفتو راه مؤخرا ولو ان هاد المساله راه كانت بزاف ديال الاحداث بلا ما نذكر البلدان اللي وقعت في هاد المسائل ديال المتاجره بالبشر المتاجره بالاعضاء البشريه اي غير ذلك في الوقت اللي الناس تيكون عندهم هو سواء مغربي ولا منين ما بغى يكون منين كيحاول يهاجر بالنسبه لي لو راه تيهاجر اللي غادي افضل فتيطيح بعد نوبات فد الاشكالات اما المتاجره به اما المتاجره بالاعضاء ديالو الى غير ذلك بون خلاصه هذا هو الفيلم انت فغا التجربة هي بالنسبة لي تجربة مفيدة وتجربة قيمة أنك كتدخل لواحد العالم سينمائي 100% من التحضير حتى الإنجاز حتى يعني كتحس براسك أنك كدير السينما مع محمد نصرات يعني كيدخلك في الجو كيدخلك في العوالم ديالو اللي كتبها الفيلم ككل هو فيه مجموعة من المعاناة الفيلم ككل يعني مني كنشوفه وحنا احنا مقبوضين لا من حيث التضاريس لا من حيث الفضاءات لا من حيث الشخوص لا من حيث حتى في الوجه ديالهم حتى الناس اللي زعما كيمارسوا هذه المهنه ديال يعني كيبيعوا اعضاء ديال البشر حتى وجههم حتى هما يعني كئيبه يعني الكل كآبه ضايره في واحد هو متعب جدا نفسيا وجسديا وفعلا انا كنتفرج وحاس براسي شويه ماشي هو هذاك يعني مني كتخدم مع محمد نصرات كتحس براسك انك هاز واحد الثقل نعم هذاك الثقل يعني الا غير ملتيه ولا هوك ما تمشيش مع الجروب وثم كاين الجانب ديال الفريق ككل سي محمد نصرات يعني كيخلي الفريق كله كيشتغل كله هاز هم كله باغي يوصل لواحد الهدف ونتمنى نكونوا وصلنا للهدف سير معروفين جيبي لي سواد بزاف سير لي سواد
السلام عليكم. انا سعيده بتواجد لي اليوم في مهرجان طنجة للفيلم طويل، وسعيده بمشاركه ديالي في الفيلم مارشانديز ديال المخرج محمد نصرات. وهذه ماشي اول مره كنشتغل مع محمد نصرات، هذه مرة ثانية. ديجا كنت صورت معاه ديال الفيلم، ودابا هذا فيلم طويل. صراحه كانت تجربه جديده بالنسبه ليا، حتى لو بيرسوناج ان بيرسوناج جديد عليا، ماشي بحال الادوار اللي كنت كنلعب من قبل. وعاد السينما عاوتاني كتعطي واحد اللمسه خاصه، وكيكونوا فيها وفيها بزاف ديال الخدمه، وتكون فيها بزاف ديال الجهد، ماشي بحال لاطيلي. هو في الصراحه شيء مؤسف بزاف، حيت انا ما عمري ما قدرت نكون كنتخيل راسي كنقوم بهذاك الدور، ولكن كيبقى دور اللي اديته. وهادشي راه كاين، راه التجاره في الاعضاء البشريه راه كاينه، وحنا ديما كنمثلوا الواقع. اي واحد ملي كيحضر فيلم ولا شي حاجه راه كيمثل الواقع. كتشوف مساكن دابا دوك الناس يعني باغيين يرجعوا غير يحركوا، عندهم واحد الفكره سقوا لقاو راسهم في وسط عصابه. وكنتمنى الفيلم ديالنا ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور واستحسان ديالو، ويكون عند حسن الظن ديالو ان شاء الله.